في الحلقة متاع اليوم قلنا سيه ما عادش فيها لازم نكونوا جيش ونزموا على أقرب مخيم متاع قطاع طرق لعبين ما عادش تجب تأيش ومنحكي لكم مش الصارعة فبطي وبدينا عاد نعملوا في المهام ونرجعوا في حق العباد يا أخي تغشوا لم درويحهم وجاو للمستوطنة متاعنا وإيش باش يفض عاد فبطي يا أخويا تفضت ونهارت اللي قلت خل نمشي نستات باش نلقى ما ناكل يخرج لي سيف تحلوف ايش باش نحكي لك يا اخوي قد سخط اي عاد حطيت على سيق قلت حيت تعرف شنيا احسن حاجة صارت ها دخلوا معايا زوز بنويت زينو عينو روق هاو دي روق في خطر يطيشوا اللي في ديهم الكل ويجيوك يجري اه يا قلبي خبطي مالا برا مش يعمل جري وجيب حاجة باش تتبنن بها الحلقة هكا خفيفة وبحليها نخليكم على انترو ومشاهدة طيبة. يلا مرحبا بكم الناس كل معكم الغالي تاع الغلي والجملة وبالحملة هيثم عباس هذا براس وقبر سادس ياكل بسبيس ان شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. جيتكم اليوم بحلقة ثانية طولنا برشا باش نهبطوا الحلقة الثانية الحقيقة مرضت شوية تسمعوا في صوتي درك كيفاش ما نجمتش حتى نعمل حتى فيديو ولا نسجل ولا نحكي فهمت. في الحلقة نتاع اليوم باش نركزوا على المهام باش نركزوا كيفاش نطوروا في المستوطنة نتاعنا وباش نوصلوا معناتها نحروا القرية هذه اللي اسمها هيرلندين. باهي المهمة اللي باش نعملوها توا يقول لك انه لازم تمشي هذوما ثم مخيم لهنا نتاع قطاع الطرق نمشيو لهم ونقتلوهم الكل باش نظفوه التطهير فهمت. وعندهم ضيقه هذيك ثم كنز هذيك عنصر المهمه باش نجيبوه. دونك شنو باش نعملوا نحن اول حاجه ننزلوا على الاو ونجيبوهم كلهم لهنا باش يجيو يجريو صحيت نلبسهم هذوك على الاقل يزيدهم شويه ارمر. باه نحبكم جو تقفوا لهنا واضحين ركزوا معايا رحم الله والديكم ثم ثلاثة قطاع طرق عندهم مخيم بعد علينا شوية باش نمشي ونقتلوهم الكل. الشيخ يشكي يتشكى قال لك شنو يا شنو يا غالي ما نجموش نرقدوا رانا ما نجموش فهمتي كيما علمتكم الضرب في الراس واضحة يا ليتس جو وي اه برا اي وينكم اي برا 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 اصدم 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 مشوني لي انا صح صحيت صحيت انا تيليني شديت تيليني انا برا يا محسن كما علمتك برا كما علمتك كما يا محسن قتلته سيا يا محسن جد والديك الكلب قتلتي صاحبي اه تمطت تهبهيم ايزي يا جد بوه الكلب اضرب اضرب هنا بوه الكلب وبو جد بوه الكلب من لا لعب مات وما محسن مات محسن مات لسعه درشكو مات اهو الكنز باه باه هذا ما توفيق وغدو شو طبعا نكمل المهمة هاي هنا السيد هاي اخوي هاي سلام عليكم لباس السيد اذا كنت نحكي معاه طردينه من القرية قالوا له ما ترجع الا ما تجيب لنا الكنز. قال بجا ربي يا هيثم يا عباس برمشي اخوي احكي معاهم ولا اقتلهم ولا عمل تحب عليه المهم رجع لي الكنز. قال له هذا اللي بيك اخوي مجيت قتلتهم وكله فبنتي رجعت له الكنز. قال لي الحمد لله توا نجم نرجع نعيش على روحي. بعثني للشيخ توا باش نمشي نحكي معاه نقول له يا شيخنا يا اعطف عليه مسكين السيد قاعد في البر اه شيخ يعطيك الصحة يا شيخ يعطيك الصحة كيما قلت لكم جاي يحكي معايا قال لي اخوي اش عملت معاه الراجل درا شنو يستخيلو هو اللي سرق درا وحكيت معاه وقال لي مريقلهم تو باش نمشي على روحي قال لي ان شاء الله يبقى عن كلامه فهمتني باش نفسر لكم شنو عملت. مشيت للمدينة نتاعهم وخذيت المهام الكل مش نزل الكل كلهم اخذيتهم علاش خطريت المهام هما اللي باش يعطيوك نقاط الشهرة. نقاط الشهرة هذيك اللي باش نجم توظف بها معناتها عبيد خاطرك ما غير نقاط الشهرة اللي هما الفوق على اليسار ذوك الزرق ماكش باش نجم توظف حتى واحد. ركزنا في الحلقة هذية على نقاط الشهرة باهي خلينا نبداو بالمهام البسيطة كما نقولوها لأن يقول لك احضر سهم بسيط ومعاها جعبة قماشية باهي هذا حبيت تعملها بعدك تذكرت لي هما موتة موتة لصحابي محسن واسمه موتة فبعدين هنشوف اللي من بعد. احضر خمسة فأس بسيط هذا به هذا مقدور على هذا نجم نعملها حتى وحدي. هذوما الخمسة فؤوس كملناهم نشوفوا المشن اللي من بعد هذا اثر على عربة التجارية خنجربوا هذا لوج على عربة تاع تاجر العربة متاعه تفقدت كما قاعدين نشوفوا غاديك به باش تصير عركة معناتها باش تصير عركة. دونك نحن شنو نعمل نعيطوا للجيش نتاعنا نستنيوهم يجيو هذيك بدا جيعان قالك منك الحاجه ما نجم نعمل شيء نستنيو صاحبنا يجي ونبدا اوه شو بدي قبل ما باهي 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 الاخر جيعان ما يحبش يجي ود الحراء الضرب نتاعها صعيب راهو اضرب صحه صحه بابا صحه نمشيو للاخر اي الاخر الاخر برا مسعود في راسي ناج اضرب من تالي صحيت اي بابا اي بابا اي ميت
اي ضربت صاحبي نجد والديه ميت مرة أخرى. الله الله تربحه. هيا ذي تاع العربة المفقودة كانوا في السرقين ولا شنية بيه خلوتيهم. تعرف المهمة ذوما ذكروني في وورد فور كرافت. والله أصلا كنت قبل ناخذ 20 مهمة فهمتني ونمشي أخويا نمشي نعملهم كله ونرجع والإكسبي متاعي يطلع يا حسرة على الوو. تمام منكم عاد لعب الوو عاد بيع واحد يفيخ لخير يموت لخير يفيخ لخير يموت. به تحدث إلى أوسكار بقى الكتب به بقى الكتب قداش الوقت هو طول 10 نرقدوا غدو بعد كان تحدثوا معه. يا محسن صباح خير وين اخويا لبس عليك. باش نذكروا من بعضنا شنو باش يصير في الحلقه هذيا. باش نحاولوا نلمدوا نقاط الشهره باش نجموا ندخلوا بهم اشخاص جدد. ثاني شيء انه باش نحاولوا نتقدموا في الحكايه مع في الميشنز يعني معناتها هي خاطر القصه ستوري جيم فهمتني معناتها فيها قصه الجيم ولا شنو فيها قصه عرفت. باش نحاولوا نتقدموا معناتها في نقاط الشهره ونحاولوا انه باش نكونوا جيش قوي باش نجيبوا اشخاص ماهمش معناتها اغبياء واشخاص حاشيك مكابي. شخص خويا يجم يتعامل عليه مو شكل ضرب تيني موت. اهلا بيك خويا شنو احوالك. ما تحدثش معايا برشا قال لي هكا شنو رقيتها الاديه هذيك الكليمونات هذيا ولا شنو. قلت له وي. قال لي برا مشي هزها بجا ربي لوحدي قاعد يبعث فيا مع كارنيبل ماشي جاي. اسمع مدام محسن ورجع حي هذيا خلينا نمشي نقول له يعمل سيرش على السهم. قال موارد مفقوده. شنو الموارد المفقود؟ حبيل. اوكي يا خويا هاو الموارد هاو الحبوليت هاي تفضلي هاي جا عاد اصنع هاي فكنا هاي السهم سيعطيه تاعها عايشك يا محسن يا بيه يا غالي. اها زد معلي اها وينهم وين؟ والله العظيم ناريتهم ترى لهم الغرز السحب. اليوم الغارة ولد الحرام ولد الحرام قتلوني الله بيبي قطع دي سيب عاد اسمع يا اخويا يا نقتلهم يا نموت من الاخر يا اخويا يا نقتلهم يا نموت من الاخر من الاخر مت. شو كيفاش قاعدين ماشيين باش يسرقوا المخزون اللي عندنا اصلا اللي يخدموا معايا مازالوا ميتين تو باش نمشيو نرجعوا المهمه هذيا. يا لبيك هذا لبس عليك انا جبت لك اللي تحب عليه الكل. يس الله يخليك عايش باهي. تو وليت عندنا 1098. اول شيء لازمتنا نجيبوا 3 ولا 2 عمال قويين باهي نجموا ندعملوا عليهم عرفت مش كيما الحصنيه اللي عندي في الدار ونجيبوا عبيد من هنا زيد خاطر كي بداوا برشا كلهم فرد بلاد يعرفوا بعضهم مش بداوا في الدين ودرجه فيه فهمتني. دونك نرجعوا نحن نتحدثوا الى الشيخ باديستو نمشيو ساعه نرقدوا على رواحنا باش يجي يطلع الصباح ومن بعد هيك نمشيو للقريه الاخرى. والله نحب نقول لكم يا جماعه راني قاعد نحاول ماكسيموم اني نعمل فيديو نعملها قصيره شويه فهمني نلخص شويه اما الله غالب راهي الجيم هذيا خلي انك باش تعمل فيديو طويله ما تنجمش تنقص فيها ما تنجمش توري كان الملخص فهمت. لازمك تعيش معاها الجيم لازمك تعرف كيفاش بنيناها تعرف كيفاش نجم انا معناتها نجيكم فيديو بيني كل شيء نقول لكم لا ما تنجمش انت كمشاهد ما مش تفهم هالجيم لازمك تعيش معاها ولازم معناتها نبنيو مع بعضنا وبالديتاي بالديتاي فهمت. تعرف نسيت باش نرجع المهمه للسيد هذايا نتاع 5000 فؤوس. شكرا لك يا عايش خويا قال لي خليك عطاني 200 سمعه باين خويا بجربي اعطيني شي يحب يخ. المهمه نتاع السيد هذايا قال لي نحبك تجيب لي 3 قميص متين خاطر مع نظم قافله هو باش يمشي بها ما فهمتوش بقديش يحب. باهي السيد هذاك نخليوه على جنب باش نمشيو للقريه الاخرى باش نجيبوا منها عبيد بلاش في بالك. تحدث الى ماريك بولي ماليكاتوري. بالنسبه يا جماعه للستامينا ماش قاعده تنقص العبيد اللي تحب تعرف كيفاش تتقد هذيك اخويا كلها حط لي كومنتير ولا قول لي اعمل لي فيديو كيفاش في الحلقه الثالثه اخويا نوريكم كيفاش تعملوها بالضبط. تم مشكله في الجيم المشكله الوحيد يوه قل لك والله لا ريتهم. المشكله الوحيده في الجيم انها استامينا توفى فيس انت لهنا اخويا مش تقلق تولي تجري ذي تجري فهمتني ماستا تولي. السلام عليكم. في قريه بادستو خذيت المهام الموجوده الكل المتوفره الكل مشيت خذيتهم. عنا اكون شي ما قاعدين نشوفوا في برشا مهام ذوما الكل باش نعملوهم ونرجعوا. باخ نحكي لكم شنو هو صار. خسرنا نحن 3 مرات يمكن ولا مرتين كي خسرنا اللي معايا خرجوا. طب واحد خرج وحده نرقاه ما عادش موجود والاخر قالك شنو نعمل لهنا وفادد وحسيلو قالك على الاخر. قلت يا برا خنخرج جيت نشوف فيهم علاش قالقين هما شنو. قال خاطر نحن خسروا برشا ونحن نموتوا في ساعة
ساعه واحده درس لي درسي. المهم طردته اللي بقى جبت ذوما زوز قلت لهم هذيا مش خايبه هذيا باهي على الاخر الحصاد نتاعها وزر قداش القوه كيف كيف الخفه الحركه كيف كيف لو زوز بنات ذوما باش يعاونوني برشا في الخدمه حتى لين نكملوا نعملوا الميشنز كل اي برا خلينا نرجعوا اها 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 راح نشوف باهي قتلوا هذي باهين هذو باهين هاي برا نمشي وي هاي دمي شوي انا باش نموت نحس روحي. وصلنا القريه نتاعنا الجميله كما قاعدين تشوفوا فهمني. المهم جبت ذوما زوز تبارك الله ما شاء الله عليهم في القوه في الزين في كل شيء والله العظيم نجم نعرسه. هو كما قلت لكم باش نحاولوا نعملوا المشنز ذوما الكل باش نلمدوا فيهم البوينت خاطر النقاط الشهره ذوكم باش نكملوا نجيبوا عباد جدد. وثاني حاجه باش نحاولوا ما نخسروش خاطر كي باش تخسر باش تشيموا برشا. نبداو من هنا. السيد هذايا طالب منا زوز جذع نتاع شجره وثلاثه سبائك برونزيه. هذا اللي بيك خويا الغالي. اول حاجه ننزلوا على الان نختاروا ردوها عامل وهذيا كيف كيف ردوها عامل به نجيو لهون قلنا السلام عليكم نحبك تعمل لي الفرن هذيا باش نعملوا به البرونز ونعملوا به الدنيا الكل باهي. الفرن تاع السهر كملناه فين باش نحطوه فين باش نحطوه باش نجيبوه ولا لهنا خلينا تحت الشجره لهنا. انا ماذا بيا عرفتك المكان الكل نتاع الكرافتينغ نتاع الدنيا كل عرفت اذا محطوطه شيره واحده باهي. الفرن يتطلب 10 احجار الفرن كملناه هذا هو اللي باش نجمو نصنعو به النحاس والسبائك البرونزيه والقصدير. في المهمه نتاعنا يقول لك جيب 2 جذع اللي هو قطن نتاع الشجره وثلاثه سبائك برونزيه. فهمتني باش تعمل سبائك برونزيه لازمك تكون عندك خام نحاس وخام قصدير واضحين. نحنا مشينا جبنا الخام نحاس وخام قصدير هاي قاعده تركع في الامور. البلاصه هذيا خلينا نعملو بعدها صندوق نحطوه لهنا. الصندوق هذا عملناه باش ما نقعدوش ماشيين جايين على المخزون مغديك ونخسروا برشا وقت. باه الصندوق هذا جوست نحطه فيه خام القصدير خام النحاس وسبائك القصدير سبائك النحاس والبرونزي باش ما يقعدوش ماشيين جايين على البلايص الكل فهمت. الحمد لله يا ربي ليك الحمد نعم الشكر. بعد عناء طويل كملنا ذوز جذع نتاع الشجره وثلاثه سبائك برونزيه كملناهم. نمشيو تو نرقدوا على رواحنا وغدوه نمشيو للسيد نرجعوا له المهمه المهمه المهمه. عندي عربي مش عادي. اي صباح النور صباح صباح الفل والياسمين وينك؟ اسمع لازم نسميوهم ولا لازم نسميوهم؟ اي الله يخليك عايشك عايشك. باش نسهلوا على رواحنا الحركه اول حاجه باش نقول لهم يعملوا هذي علامه السفر. علامه السفر يا جماعه هذي باش تسهل علينا برشا حاجات. مثلا باش المدينه نتاعي لهنا باش نقعد نرجع في المهمه باش نقعد ماشي على سقيه فهمت. دونك نحط وحده هوني وواحده لهنا على الكيس على الشارع يعني فهمت. يقول لك باش نجم تصنعها لازمك 5 خشب و2 جذع نتاع شجره و2 حجر واضحين. وين لازمك تحطها؟ تحطها لهنا بحذا الكيس تجي لهنا وتحطها هكا. نحن علاش توا حمرا تظهر؟ يقول لك لا يوجد شهره كافيه باش تنجم تبنيها لازم يكون عندك مثلا هنا 250 شهره فهمتني. كي تبداو ماشيين البلاصه ما تخليوش العمال نتاعكم ما يعملوا حتى شيء. معناتها تنزل الان باش تشوف شنو هي البلاصه اللي ماهيش قاعده تخدم. عندنا لهنا مخيم قطع الاشجار اللي هي لا توجد مهام فيها. معسكر البحث عن طعام. معسكر البحث عن طعام هي اهم توا خاطر مازال شويه ويجي الشتاء. اخترنا غاديك التوت نحطوا 50 كعبه توت ونحطوا فطر 50 كعبه فطر ونزيدوا معها الكتين ونمشوا على رواح. اي خويا انا جبت لك لحاجتك بيه. هاي هاي اهلا بيك والله العظيم نعامة. فيش لهنا قال لي تحدث الى السامبو اوجدن الحديد. وينو الحديد؟ يركح يركح الزحج يتحرك وما يقفوش. اهلا بيك خويا وينك سامبو؟ السيد الحديد هذايا توا كنت نحكي معاه خويا بهتني قال لي شنو الشيخ كالعاده مازال يجيب لنا في عباد هكاك جدد؟ شنو هي العباد جدد مش عاجبك ولا كيف هذا يفسر لي معناتها شيء نحكي. قال لي باهي باهي باهي. قال لي خويا من الاخر تحب نعاونك ونصنع لك معناتها ادوات هكا نتاع الجيش وكالفازيت هذوك؟ قلت له وي. قال لي خويا ثم الذيوبه لهنا ما يخلونيش نربطوا صغارنا وفازيت نخافوا عليهم. قلت له ايش تحب نعمل لهم؟ قال لي تقتله. تقتل لي خويا 8 ذيوبه وتجيب لي 8 فارو نتاعهم باش نعرف لي انت بالرسمي قتلتهم. قلت له تو هذي تو انت تتخيل في روحك راجل. قلت له قال لي لا يا ودي مش حكايه اش بيك يا عيسى. قلت له لا يا ودي مريقه مريقه نجيب لك 8 فارو واسكت على روحك. في بالوش انا عندي فارو في الخزانه. سامحني. هذوما سيدي بسيدك 8 الفرو ترى خنشوفوا هذم اللي من بعدهم باش كي ما نقعدش ماشيين جايين فهمت. نشوف هذا يقول لك تحدث الى اليكس امنيتا العشب. اهلا بيك وينك اليكس؟ لاباس عليك خويا اش احوالك؟ العشب هذا طلع جو احلى جو
مشيت له قلت له يا غالي راهو ثم واحد يسكن في القريه يبعثني ليك، قال لي برجو ليك مشي يجمش يعاوني في حاجه. قال لي ان شاء الله خير. قلت له راهم عنده بقره مسكين يخدم بها، معناتها ياكل منها الخبز ويشرب ويعمل، فهمت؟ عذاب البقره تتوجع مسكينه باش تموت، خايف عليها. قال لي ايش تحب نعمل لها؟ معناتها قلت له راه بعثني ليك، قال لك ما عندكش دواء هكا معناتها نعطيه له باش ترجع لاباس عليه. قال لي راه نجم نعمل لك دواء، ما عنديش الموارد نتاع الدواء، فهمت؟ قلت له بيه خويا اعطيني النباتات شنو. قال لي جيب لي 5 مرمية وجيب لي 3 ثوم. قلت له مريك. مشيت خويا جبت الثوم، خل نوريكم بلاصه نتاع الثوم لهنا، بلاصه نتاع الثوم، خاطر الثوم ما ترقاهوش كيما الثوم. قال لي هذيك بلاصه نتاع الثوم. اي خويا بيه هاي تفضل، هاو العشيب جرب يعمل له لتوا بجرب، يرحم الله والدي خويا، هاو المشروب يعطيه الصحه. قال لي اسمعني وصيه انه باش يعطيها كان جرعه بركه في اليوم، كان تعطيها اكثر من جرعه بركه راهي باش تموت. وما تجينيش وتقول لي يا غالي اش بك عملتك. قلت له مريق المريق تو نهزه له تو قبل ما تظلم الدنيا وصاي، هاني ماشي له تو ان شاء الله نخلط عليه. صباح النور. شوف نشوف فيه ولا شنو هذا؟ ثور ولا شنو هذا؟ ظهر يا خنزير، خنزير خنزير وحش. اجد ولدي كلب، اجد ولدي يا لطف، مش خنزير هذا، تنين كركدن، كركدن هذا، كركدن هذا كل خنزير. اي والله في برشا ماكلة. اهلا بك، توا جيت توا جيت، شد رجع هذيا للغادي برا، رجع اختم على روحك برا. في الحلقة الثانية باش نحاول ما نطولش في الفيديو برشا، انه نتاع 20 دقيقة هكاك، مش عارف قداش بالضبط، مش كيما الاخر معناتها 40 دقيقة كاملة، فهمت؟ نعرف ثم عباد تقلق خويا، ما تقلق حتى مش كي تتفرج، كي ترى 40 دقيقة تفد تقلق قبل ما تتفرج اصلا. اي سي بون جبت لك البقرة نتاعك، اي وينو نتاع الفرو هذا وينو؟ اهلا بك. مشكلتهم قاعدوا يبعثوا فيا من واحد لواحد، من مدينه لمدينه، مره مش المدينه هذيك، مره مش المهم طوني حاجه هي هذه وهذه، باش نهزها للمدينه الاخرى ونورمالمون توا يعطيوني نقاط الشهر. يمكن باهي، خلينا نشوف واش عندنا في المخزون من ديموسل، خلينا نشوف واش عندنا ماكله، خاطر حاجتنا ماكله. ها صوص طعام عندنا، توت 66 كعبه، فطر 27 كعبه، 9 هذاك طيب. باهي باهيين والله، باهيين باهيين مريقلي. هلا خويا عجبت وي، يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيه الصحة، عطانا فلوس عطينا برشا حاجات. برجولية يا جماعة، السيد هذايا ماتياس ولا شو اسمه، هذايا السيد نسحقوه على الاخر، اغزر عبقري وصامت وشرس يساعدنا. هاي السلام عليكم، مرحبا بكم. اي مرحبا، هاي طلع شكون جبت لكم. جبت لكم الغالي هذا اسمه ماتياس، سال شنو فهمتني. هاي ماتياس، هاي برا عمل صح. شبيك ماتياس ودي يحشو بيه، اشترختوا ببعضكم فرد بيت مشلله يجري. يا ماتياس يا ودي بحنا، والله العظيم والله ماتياس هذي. خلنا نعطيكم الملخص نتاع الحلقه الثانيه، انه جبنا زوز نساء بدلناهم بزوز رجال اللي خرجوا وحدهم عباد حسنية عشاكم فهمتني. جبنا زوز نساء وجبنا توا السيد هذايا مزي، اهلا بك. وركزنا خاصه على المهام باش ناخذوا نقاط الشهره ان شاء الله في الحلقه الثالثه، ان شاء الله باش نتلهيو بالمعسكر نتاعنا والا نقولوا بالمدينه نتاعنا، باش نطوروا فيها، باش نجيبوا عباد اكثر، باش نعملوا اسلحه اكثر، باش نعملوا دروع تاع الجيش فهمني، باش ما يزدموش علينا ويلقاو معنا حتى شيء، باش نجمو زادا نمشيو نحرروا المدن كيما هذه المعسكر هذايا وهذايا اللي دايرين بينا كيما نقولوها، دايرين هذوما هك. نقول لكم مره اخرى ان شاء الله عجبتكم الحلقه الثانيه، وسامحوني على الروتار اللي صار، والله العظيم راني كنت مريض معناتها ما نجمش نتكلم، ما نجمش نعمل حتى شيء. نقول لكم تصبحون على خير ودمتم في رعايه الله، باي باي.